ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. وهذا من الكذب على الشيخ، أنه يقول لو أقدر أخذ ميزاب الكعبة، هو ميزاب الكعبة من الذهب، ميزاب الكعبة مجعول من الذهب. يقولون عن الشيخ أنه يقول لو أقدر أخذته وجعلت مكانه من خشب، هذا كذب على الشيخ. الشيخ ما قال هذه المقالة، ولا مانع أنه يجعل ميزاب الكعبة من الذهب، ما في مانع، لأن الذهب لا يخرب ولا يتغير ولا. أما لو كان من الخشب لأكلته الأرض وتغير فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئاً أبداً، لكن اتهموا بها، حتى قالوا إنه يقول إن عصاي هذا أفضل من الرسول، لأن الرسول ميت ولا ينفع أحد، وعصاي هذا أنتفع به وأضرب به. هذا من الكذب على الشيخ، يعني بلغ بهم الكذب والافتراء إلى هذا الحد. نعم.